رحبت مركبات القائمة المشتركة بإعلان حزب التجمع الوطني الديمقراطي انضمامه إلى القائمة، فيما أكد رئيسها أيمن عودي أن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبتها الأحزاب العربية بتفرق مركبات المشتركة لن تعود مرة أخرى. وأوضح عودي أنه يتفهم التذمر الشعبي حيال التأخر في الإعلان عن القائمة المشتركة، مشيرا إلى أن التأخير كان بسبب جمع كافة المركبات في قائمة واحدة دون تهميش أي حزب من الأحزاب. بدوره رحب رئيس القائمة العربية الموحدة منصور عباس بانضمام التجمع أيضا، مؤكدا أنه يتعين التركيز الآن بتمثيل المجتمع العربي والدفاع عن وجوده وحقوقه ومكانته والتصدي لسياسات العنصرية ومواجهة سياسات الاحتلال.